بخير نحييكم متابعينا واهلا بكم في فقرتنا الصباحيه الابراج من الحمل حتى الحوت. توقعات صباحيه دائما معكم، اهلا بكم متابعينا الكرام. طبعا دائما تعودنا ان نكون معاكم بموجز سريع لاهم حركه الافلاك ومدى تاثيرها على جميع الابراج. اليوم طبعا القمر ما ننسى انه هو في مولود العذراء الترابي، مما يعني طبعا الحظوظ الايجابيه اليوم اللي راح تكون محلقه هي الابراج الترابيه، واللي راح يكون طبعا كالتالي بالدرجة الأولى هو راح يكون العذراء ثم الثور وبعدها الجدي. وما ننسى أيضا متابعينا الكرام أنه الجدي متصدر أيضا هو الآخر. طبعا زاوية الشمس الموجودة يعني الشمس في الجدي هي الأخرى تعطي اليوم حظوظ جدا إيجابية وكبيرة وجميلة لمواليد طبعا الأبراج الترابية وخصوصا العذراء. اليوم العذراء محلات جدا جميلة، وكأنه خرج من تعب أو كأنه لقاء أو علاقة جديدة أو ربما حب من نوع آخر، وقد يكون علاقة كانت صعبة تعود إلى الواجهة من جديد، ترميم علاقات اليوم كون طبعا الشمس هي من تعطيك هذه المصداقية وهذه القوة لتمتين علاقات، وقد تكون هذه العلاقات قريبة أو ربما تكون هي الأخرى في شيء من العائلة، يعني بالدرجة الأولى من العائلة. قد تكون عودة صداقة أو ربما صداقة عميقة، أو قد تكون هي صداقة من 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 وأنت طفولة من أهلك ناسك محيطك، شيء يسيطر على مشهد يكون جدا قريب من عندك كون الشمس طبعا تعطيك هذه المساءلات. أيضا عمق العلاقة بالنسبة لمولود العذراء اليوم ومدى طبعا ترميم نوع العلاقات مع الشركاء، وقد يكون العذراء مع شريكة والآخر قد تكون هناك انفصالات قوية، مما يعني أيضا لمولود الثور هو الآخر يشارك طبعا العذراء بنفس المسائل على اعتبار أنه هو الآخر كان فاقد علاقات اجتماعية، أو قد يكون شيء يخص جانب العلاقات الاجتماعية مما يعني تصدع في منظومة اجتماعية أو كانت متصدعة، أو قد يكون ضياع سلسلة كلش مهمة في أفكار تخص العلاقات الاجتماعية ومدى ترميمها. اليوم الشمس اللي هي اليوم تعطيك مصالحة كلش جميلة لهذا المولود اللي حاول أنه يلم الشتات لكن فرط العقد من عنده وما استطاع أنه بفعل بعض الأفلاك والأبراج اللي كانت هي دائما مسيطرة طبعا تعمل له طبعا مشاكلات. ليش يا ميسن يوم نحن نحكي فقط عن مولود العذراء؟ نحن دائما متابعين الكرام نتحدث عن حدث إيش، وين يكون القمر اليوم، ما هي النوازل، من هي الأبراج اللي استفادت اليوم، من هي الأبراج اللي تصدعت أمس واليوم عليها أنه تبدل الأدوار. نحن في حدث متابعينا الكرام ودائما نتحدث عن نوع الحدث ومدى تأثيره من خلال قراءاتنا اليوم. طيب إذا متابعينا الكرام ما ننسى اليوم الجدي هو الآخر، مساء القبض أو مساء العرقلة كانت متعرقلة شيء يخص جانب المادي. اليوم مواليد الجدي هم أكثر الأشخاص اللي عليهم الاستفادة من قمر العذراء والشمس الجدي. تمام يلا، بس ما ننسى أيضا متابعينا الكرام أيضا عليكم الحذر من أنه بلوتو هو الآخر في مولود الدلو الهوائي، وأيضا هنالك زاوية قد تكون هذه الزاوية واضحة لمواليد الجوزاء. طيب ما هي الأبراج اليوم حلوة طالما في جوزاء في مريخ في الجوزاء، وأيضا هنالك بلوتو في الدلو، ماذا يعني للأبراج الهوائية؟ طبعا من بكره ان شاء الله الابراج الهوائيه راح تبدا، لانه بدت القرب، بدت العلاقات يعني تبدا. فاليوم ايضا من العلاقات الاجتماعيه اللي عليها انه الاستفاده هي ايضا الابراج الهوائيه. بس ما ننسى انه متابعينا الكرام اليوم الجوزاء محلق، وقد يكون هو الاخر كان امس وسط لمه، وسط اشخاص، وسط محيط معين، قد يكون هذا المحيط ينقل على ضفة أخرى من ترتيب أولويات وأوراق كانت عالقة مسبقا اليوم هو يرممها. تمام، فالجوزاء أكثر الأشخاص المستفيدين من أمس إلى اليوم بفعل هذا المربع اللي احنا نتحدث عنه، ما هو القمر كان 48 ساعة في مولود العذراء، مما يعطي الحظوظ وبدايات الحظوظ أيضا هي الأخرى بفعل الزوايا والسكستايل اللي كان عامل من مريخ الجوزاء اللي هو حاكم بيت أساسا مع بلوتو الدلو مع زاوية الشمس وأيضا قمر العذراء. إذا نقول هنيئا لك يا جوزاء هذه الحظوظ الإيجابية. شو ميس، تركنا العذراء ومسكنا
في الجوزاء مثلا، وهو أكبر الأبراج داعمة للعذراء والشمس الجدي هو للجوزاء بفعل ذلك المعلم الصارم ألا وهو المريخ، اللي إلى حل في محله راح يقوينا نوع العلاقات باتحاد معه أو باشتراك وتكوين زاوية مهمة من بلوتو الدلو، لأنها هي أبراج شوائية. طيب متابعينا الكرام، طبعا شتان ما بين اليوم وبكرة عن الأبراج ومدى استفادتكم اليوم، نتمنى أنه من كل الأبراج الاستفادة قدر يعني المستطاع والممكن، خصوصا مولود الثور. أمس خرج من طاقة اعتناء بطفل أو حدث لعائلة أو شيء يخص العائلة والأولاد، وقد يكون هو يعني انتقلت الحالة إلى هو نفسه الثور، يعني بوضع صحي طارئ سريع بدا وانتهى. تمام عيوني، فما تقلقون. وارجع واقول انه الابراج الناريه تصدرت الحظوظ في بدايه العام وتذيلتها منه الابراج الترابيه، ولسه ان شاء الله راح نشهد بعد 5 افلاك راح تكون هي متواجده في مولود الثور، مما يعطي الحظوظ الايجابيه، وكان الثور موعود بكنز. يا سيدي شو هذا الكنز؟ استثمار، إرثة، ورقة يا نصيب، شخص أنت كنت فاقده يقدر بثمن عودت إليك، مسائل جدا حلوة وإيجابية. طيب من خلال اتصالاتكم ومشاركاتكم متابعينا الكرام أكيد راح تتابعون باقي تفاصيلنا اللي راح نتحدث عن بقية الأبراج. طبعا نسلط الضوء من خلال ما راح نشوف شون اليوم تأثير القمر، يعني قمر العذراء والشمس الجدي. من أول اتصال هاتفي معانا نشوف ونقول ألو. بس احنا بداية شو نقول حبايبي؟ ابتعدوا من التلفزيون واسمعونا من الهاتف حفاظا على الاتصال. يلا مرحبا. هاي اني سامعة صوتي من يمكم. صباح الخير. مرحبا. صباح العافية. شوفوا متابعينا، يعني من الهاتف اسمعونا ومن التلفزيون ابتعدوا. ليش؟ حتى تحافظون على وجودكم وتواجدكم معنا، تفهمون من عندنا وتستفادون ايضا. يلا اتصال هاتفي اخر ايضا. الو 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 السلام عليكم. السلام والاكرام. مرحبا، صباح العافيه. مرحبا. الو السلام عليكم. عيوني. عليكم السلام والاكرام حبيبتي، من معانا؟ يعني صار لي 5 سنين اللي عليكم. اوف 5 سنين، واحنا الاي دخلنا السنه الخامسه يمكن زاقروس ولا الرابعه. طيب حبيبه قلبي حياك الله، والله اليوم لعد الحظ كلش لازم اليوم بجانبك. يعني برج الجوزاء 14/6. مولود الجوزاء. من وين تتصلين حبيبتي؟ بغداد يا عمري. انا اريد اقول لك على بنتي وزوجها في دول عيني. صح. بنتي 4/4. صح. علا بنت بشرى. خليك ثواني معايا. علا بنت بشرى. هي قلبي ورجلها كرار ابن رسميه. طيب بس اعطينا ميلاد بشرى. ميلاد علا 4/4/1999. اها ما شاء الله الحمل. اي وكرار ابن رسميه 5/1 الجدي. الجدي هاي صار مشاكل يا قلبي بال7 اشهر، وحتى عندها اطفال اخذوهن، وكل ما قاعد تصير الدعوه تتاجل. يلا ستي العزيزة شنو حابة تسألينا؟ يعني شنو حابة تسألي؟ مشاكل صار لهم تقريبا 6 شهور. والأطفال هسه من دعوة تأجلت أسبوعين، يعني كل ما هاي قاعد تتعقد. طيب هسه أنا بفعل نوع المشكلة ما أعرف هسه هي شو كانت تظهر، كأنها فوق وين مسكن، وين كانت هاي ساكنة؟ بدور ثاني، اكو مشكله صارت في مشكله تصعيد، ما يظهر معاها مشاكل التصعيد. بس طالما هي من مواليد الحمل والمشتري في بيتها، يعني بدت السنه اندارت عليها هي الافضل حظوظا، يعني لازم يفترض معايا عزيزتي. هي قلبي يا عيوني. عمري عيوني. ام منو حضرتك؟ ها عيني. انا ام علي. ام علاوي الذهب. عيوني بعد عمري فدوه لوجهك. شوفي هذه الطاقة يكون بها انفصال ثم عودة، وقد تكون تصعد المسائل حيل ثم عودة، لأن يظهر معاها عودة. زين شو 3 أو 4 أو 3 أولاد؟ هاي 3 أو 4 عندها. ما شاء الله.
للامانه في عوده ومعاها طفلين، يعني وصلتها انجاب اثنين، لانه عدد الاولاد معاها اربعه يكون الصافي من هذا الشخص. هنالك ترميم علاقات، الان اكو ترميم للعلاقات، يعني اذا حاولت تصحيح المسار ممكن تصلح الامور، لانه المشتري عندها كوكب الحظ كل شيء يدعمها. اذا حاولت الان يعني تدخل بصلح راح ينفع هذا الصلح، كلش اتمنى. سادين كل البيبان بوجهن. طيب شنو رايك؟ اكو خبر والخبر كلش ايجابي وحلو مع هاي البنت. ان شاء الله الله يسمع منك. والله حتى على مود خابرونا قالت تاجلت بعد يعني اسبوعين قرار من القاضي. على مود الاطفال احنا رافعين دعوه. اها. يعني والله انا اللي بشائر اللي تظهر معايا لهذه المولوده شوفي. وهي ست حتى جايبتها يعني اني هيك عائليه من التسعه بالليل للعشره. شوفي باع اسمعيني. يعني انا في حياتي ما شفت هيك حظ ما شاء الله معاها. هاي المولوده عندها عوده وعندها من العوده ايضا انجاب اخر من بعد تصعيد مشاكل كلش كبيره. من موالد الجوزاء منو انت؟ تسمعيني؟ اي اي سمعت. ام علي مواليد الجوزاء منو؟ يعني ام علاوي تسمعينا؟ اي عيني سمعت. اسمعيني اسمعيني، هذه المولوده معاها عوده، قولا واحدا معاها عوده، باعي من بعد باعي التصعيدات اللي صارت شنو عملت لها؟ عملت لها تصعيد بنوع العلاقات، تصدع بنوع العلاقات، وداها الى نهايه خلاف، يعني الى نهايه خلاف، اخذها الى محلات للخلاف، اخذها الى محلات لانتهاء شيء. لكن هذه المربعات هسه الجديده، طبعا انا اكثر من شخص اصحابي هم قاعدين بامان الله واقول لهم ترى انتبهوا اكو تثليثات راح تاخذكم لهيك قضايا، وبالفعل تاخذهم ويصير الامور، يقول لي احنا لو ندر ما حكينا وياك، ها شنو تفو يا اخوان ما فولت عليكم. اي ست والله احنا متابعيك يعني من زمان امان الله، يعني حكيش كله صحيح. شفتي؟ وصار الموضوع بهذه الطريقة. هسه نفس الموضوع اللي راح أقول لك عليه، من ولا شيء صارت صار شيء، هسه من هذا الشيء راح ترجع عودة المياه إلى مجاريها. يعني مع هذه البنت قد يكون انفصال، لأن هي الآن في حكم الانفصال صح؟ يعني في 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 جاب كلش كبير بينها وبين المسافات، فهذه تؤسس إلى عودة علاقات جديدة. والله يظهر معايا مبتسمة، إيش رأيك؟ زين سيسك فدوى هو 5/1988. اي هو يعني هو راسه راس الثياب. أيه. يعني حتى يحرم من التليفون اللي هو مولود الجديد. اي هو زوجها اسمه كرار بالرسميه. اسمعيني فيما يخص كرار، طبعا اكيد كرار لانه يعني حاكم بيته بلوتو مريخ كلش صعب، فأكيد يكون هو صعب بنوع التعامل. أضف إلى ذلك هو بيت العمل، شخص عملي حيل، وهذا قد يكون سبب مشكلة. يعني رأي أو تدخل من سيدة أو كلمة كبيرة أو شيء على تعليق، يعني تولدت منها هاي المشكلة. صحيح والله ستي، أم مرة كبيرة يعني تقول لها قوم اقعد. شفتي؟ أمانة الله صحيح. واضح حكي الصعب يهب والله. واضح هذا الموضوع. نفس هذه السيدة الشريرة راح ترجع، ما كأن الله سبحانه وتعالى راح يحاول أنه يقول لها حرام عليك. نفس هذه الشريرة راح ترجع نفسها حتى ترجع نوع العلاقات. باختصار هذه البنت عندها عودة مع هذا الشخص ثم إنجاب طفلين، وهذا الشخص عنده الشمس في بيته، هذا عنده إرثة، عنده مال، عنده سيارة كبيرة، دي يغير سيارة، شنو وضع هذا؟ عنده صح، اشترى سيارة كبيرة صحيح. صح كلامي؟ صح صح. خيم علاوي قاعدة وياك أنا أدري، مو صار لك 5 سنين تتصلين؟ والله ست من زم، مو بس ثاني اخواتي اتصلت بيك حموات، والله ما حد يحصلكم يا بعد قلبي. حياتي والله لود. يلا خير ان شاء الله. ام علاوي خليني ابشرك ان شاء الله باصلاح الحال واصلاح ذات البين. هذه الفتاه عندها عوده، بس قبل العوده في انفصال ترى. اسمعي اي ست، يعني بس على مجهالها فدوى صار لها تقريبا 3 اشهر ما شايفتهم، هم صغار. اسمعيني اكو قره عين عندها، توجهي لله سبحانه وتعالى. دعاء المؤمن والمظلوم لا يرد، هذا هو الله الأكبر. تمام؟ اسمعي كلام.
اسمعي. والله ستو أمانة الله أندعي له وأزور أهل البيت وأندعي له، بس ما أعرف الأمور كلش تعقدت. ما يخالف زاوية زاوية خي، مو هذا المريخ مش سهل، لا عبالكم ترى، يعني إذا حل في محل ترى القضية مو يعني مش سهل ترى للأمانة. فهو هذا المريخ، شوفي المريخ ينطي للجوزاء حظوظ فول. شلون؟ ست فدوى العين هي عندها آخر سنة هي بالجامعة محاسبة، إن شاء الله يعني تطلع منها آخر سنة لها. وعدها نجاح، إيش رأيك بعد؟ إن شاء الله. وباعي وعدها عمل، يعني هاي المولودة ما شاء الله عليها، بس هي المشكلة خطية شنو؟ هذا التثليث وهذا الخسوف والكسوف اللي حصل، حصل في بيتها، أي بيت العلاقات وصلها لهذه الحالة. تمام؟ ست عندها شغله يعني حكايه، والثانيه تسمع خبر بس تبكي، يعني مواليد الحمل ما اعرف يبكون هوايه. طبعا اكيد، وما يسموهم البكاؤون، هم مو السرطان يعني دمعتهم بطرف عينهم. لا هو شوفوا هو مو شيء سلبي الانسان يبكي ترى ابدا، بالعكس هو شيء جدا ايجابي، انه انت اي طاقه، تفريغ اي طاقه ممكن يولد فت حدث، فانت اذا بكيت يكون افضل. البكاء جدا ممتاز، يعني يخلي لون عيونك حلوه، يغسل الهموم اللي في داخلك، بدل ما تظل الحسره بقلبك وبعدين لو يجيك ضغط، لو يجيك سكر، لو يعلق الفيلم عندك حيل. لا حاله صحيه البكاء، الله يبعد عنا البكاء يا رب، ان شاء الله طاقات فرح. امانه معلاوي طمني خاطرك وبالك، معاها تخرج هاي الفتاه، معاها عمل يخص جانب مادي، لان هي المشتري عندها في بيتها ويدعمها لفترات جدا كثيره، لسه في الحمل طبعا عندهم زوايا كلش حلوه، احنا راح نسلط عليها ضوء متابعينا، بس اكيد مو الان. تمام؟ شوف يا جوزاء ايش سويت بالعالم؟ هذا هو مريخ الجوزاء، ولي عليك يا جوزاء، بس الجوزاء عندك حظوظ ما يعني ما تعاد بالاطلاق، من امس بدت عندك هاي الامور وتنم عن شيء لفوز، فوز ماسك شيء بايدك. طيب يلا يلا عيوني نروح لاتصال هاتفي اخر ايضا. الو الو الو، صباح العافيه. شلونك عيني حبيبه قلبي الغاليه، من معانا وغد حنين. حنونه من وين تتصلينا؟ من بغداد. من بغداد اول مره حنين؟ لا هاي ثاني مره. يلا حياك. بغداد اي منطقه؟ وغريب. حي الله وغريب، مية هلا. يلا حبايبي. مواليد 96 شهر الثاني يوم 14. 96 اللي هي انت؟ اي. الشهر ايش قد قلنا؟ شهر الثاني يوم 14. تمام، نقول 14/2 انت؟ اي، وشريكي شهر الثامن ب 22. الدلو. الشريك ايش قد؟ شهر الثامن ب 22. الثامن؟ مواليد 94. 22/8 نقول؟ اي. العذراء؟ اي، انا حنين بنت خوله، وهو مصطفى زن راجحه. خوله؟ مصطفى راجحة. ابن راجحة. طيب حنونة شو تسألين حبيبتي؟ عن يعني لون اللي يعني شلون التوافق بيننا وبينه. وانا مو صاحبي. حنونة شقد انت مواليد 96، هو شقد يا مواليد؟ 94. طيب حنينة. عيني. باي، خليني اقول لك قضية. يعني هو نوع التصدع بالعلاقات للفترات هسه اللي صارت مؤخرا، يعني صار بيناتكم هي مو عدم مصداقيه او عدم ثقه، بس انت تعتقدين اكو شيء مضموم عليك او انت شاكه بشيء، فلذلك شوفين نوع العصبيه او الكلام اللي يصير بيها هو ناتج عن شيء له علاقه بالثقه او بالتقديرات، او انت تقولي انت ما تقدرني، هو يقول لك انت ما تقدرين، يعني نوع التقديرات بالميزان بيناتكم. لا ست ميز، انا زعلانه يعني الي سنتين وهاي طبت بالسالفه. اي ما هاي شيء بدي اقول لك في تصدع بالعلاقات، واضح هذا الموضوع. انا شنو قلت؟ أي. صح كلامي؟ اي صحيح. اي بدي اقول تصدع بالعلاقات وهذا الموضوع يعني عامل يعني شيء بالموازين معاكم. اي وانت مره خابرتي قلت لي راح يجي وراح يحتذر، وصحيح اجي بشهر 11 واحتذر من عنده هو واهله. اي بس انا ما رجعت، يعني بكره كنت مريضه وما رجعت، وخابروني ورا فتره قالوا يعني شلون قرفتي ماخذينها والله تقعدين بغرفة امي، وانا ما قبلت يعني كل شيء ماخذين من عندي. شوفي حبيبتي حنونه، يعني هي الامور احنا لما حكينا لك الموضوع في حينها وصار الاعتذار وجت العوده،
احنا ما نقول انت مقصره، بس هي الفترات انت كنتي بس مستغله هذا الموضوع يكون افضل يعني. واضح؟ طيب الان شنو تحبين تسالين عن نوع عوده العلاقات او شنو اللي في خاطرك؟ اي يعني اكو بعد عوده اكو رجعه، يعني شرطت عليهم شيء يسوونه ما يسوونه؟ لا شوفي، اذا تتحدثين انت كدلو اليوم عن مسائل الشروط او ربما عودات الشروط، لا في فترات تباطؤ. سيده قصيره نحيفه كبيره بالعمر، والدته أختي الكبيرة. لا أختك الكبيرة. إيه واضح هذا الموضوع. للأمانة أكو أشخاص ما عندهم ذمة ولا ضمير، ما في مخافة الله سبحانه وتعالى. يعني هذه هي الظاهرة الآن بالساحة. إذا تحاولين توطدين علاقاتك أو تفتحين خطوط معاها راح تستفادين. مو هي قالت أنا أشتري لك غرفة، أنا خلي أحكي وياه وأشتري لك غرفة، بس أصبري. خلاص. أنا أعرف هذا الموضوع، دا تشوفين انت الكلام شلون دا يصير؟ انه أيه فعلا انت عندك اتصال بيها ودا تحكين وياها، صح كلامي؟ اي صحيح. حبيبتي ركزي على هذه السيدة، هذه هي المفتاح بعودة كل الأشياء اللي ترديها. اي صحيح. تمام حبيبتي؟ وفي عودة؟ اي في عودة. شو وقت العودة؟ لا ليش؟ شهر شهرين بالثالث. في استقرار عندك، بس انت اذا تريدين قبل هذه الفتره عليك انه استعجلي، يعني لا تخلين الامور بهالطريقه هاي. مو من عندي، يعني انا وين اقعد من ارجع، يعني وين اقعد؟ يعني هم الغرفه ما استماخذينها. يعني مرت حمايه صاعده فوقنا، يعني انا غرفتي بفراشي، شلون يعني انا ارجع وين اقعد؟ صح، ما يخالف، كوني ذكيه، لانه ذولا وراهم طرقاعه خيه، انتبهي. ترى اذا ما رحتي يعني طرقاعه؟ إذا ما رحتي راح يفاجئوك بخبر، خبر ما راح يعني ما راح يعجبك. يعني شنو الخبر؟ يعني مثلا إنه تركها، اكو بنات حمولة هواية، اكو ناس تتمنى تجي تقعد وياك، مو مشكلة. شنو يعني؟ عندهم تعدد الزوجات هذولا، فانتبهي، قد يكون الموضوع رجلك ينسرق منك خيه. بس هم يعني شلون يعني؟ هل يعني هم قاعدين بايجار عيشتهم قوة دابره، شلون يعني يتزوجون؟ هسه ايش ما ادري، تشدني الخير من الله ضالات يا حبيبه، واي اكو ناس هيجي، تمام؟ يعني الحدث اللي دا يدور انه غير، فانت حاولي تكونين اذكى بالعوده يا حبيبتي، صح كلامك انه ما في مكان ما الي سكن، مو هيك المواضيع تدار، بس انت اذا تطلبين من عندي النصيحه والرشد فالعوده افضل، تجي الغرفه حبيبتي. تجي الغرفة، يعني إذا قعدتي ببيت أهلك مين راح يجيبون؟ تعرفين وضعهم المادي، وإذا سكنتي بنفس البيت شنو الوضع؟ القرار إلك باقي، بالنهاية منو حيخسر؟ أنت اللي حتخسرين، هذا هو طبعهم، يقول لك شوي نحن رنجنا وهذا هو حالنا، فحاولي تكونين أذكى، تمام حبيبتي؟ ترجع الغرفة ويرجع الحال ويرجع كله يرجع. ماشي حبيبتي؟ طيب. يلا. مستمرين وياكم متابعينا الكرام ونشوف اتصال هاتفي آخر أيضاً. حلو. الو صباح العافيه. صباح الخير يا عسل. يما في ديت العسل واهل العسل اني فطومه. يا بعد روحي فطومه. لا نوره من البصره. نوره حبيبتي فطومه ونوره وسهاد وكلكم حبايبي بتخبلون. يا بعد روحي يا ستي. شلونك نوره؟ في دول عينك؟ بعد روحي. في دول عينك؟ تمام بخير اني اسمع اخباركم، اكيد راح اكون زينه. اليوم ما شفتك طافيه الكهرباء. وي يعني استمد تتابعيني بس من التليفون؟ من التليفون بس. لا شوفيني بالاعاده، شوفيني بالاعاده. ان شاء الله. انا اشوفك، لا ما اشوفك مرتاح. يما في ديت قلبك اني نوره حبايب قلبي، في دول عينك والله. طبعا شكرا 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 كل اللي دي يسوي لنا تعليقات على موقع التواصل الاجتماعي، كلش ممنونه من مشاعركم الطيبه الراقيه. والله ستنيس انت تستاهلين كل الحب. فدوه لقلبك حبيبتي، مشكورات بناتي والله. ذاك اليوم كلش حبيت الموقف منه، احد الاشخاص ما ادري واصفني بالمدري هيك مقاله وخطيه وكل فاتت علي شايفه الصقور هيك نكشو. ليش تحكي على ستنيس؟ ايش حدك؟ يسلم روحي. يسلم وفديت روحك والله نوره الغاليه. اي حبايب ستنيس ارد اسال عن 7/5/2007. طيب 2007 اللي هو منو؟ جاسم ابن سلمي. 7/5 تمام؟ نعم ستنيس. خليش معايا ثواني، بس احنا نريد نعرف الدرجة من مولود الثور. يلا، شنو اسمه؟ جاسم ابن سلمي. جاسم؟
سمة؟ نعم شسمي. سمة؟ اي سلمى. سلمى. اي يلا سلمى، جاسم بن سلمى. ايش قد عمره؟ مواليد 2007. 2007 تمام. زين شو تسألين عنها حبيبتي؟ ستميس يعني مسوي هواي مشاكل بالبيت وترك الدراسه واهله ما متصلين وياه ويعني دائما يسوي مشاكل. ساعة الولادة شنو بالضبط؟ والله ستميس 7 6 8 يعني هيك اوقات الصبح. نوع الساعة كلش مهمة في تحديد وضع الشخص، شو وقت يعقل، شو وقت يتخبل، شو وقت الله يهديه، شو وقت الله يرزقه، شو وقت وشنو سبب الحالة اللي هو بيها. ساعة الولادة جدا مهمة لأنه نحن نحدد هذه الساعات، هذا المولود متى اجى، بيا ساعة، شنو كانت تعني هذه الساعة من الأفلاك والأبراج، تعطينا نوعه وشكله. زين ما كنت تعرفين بالضبط، لازم تحددينه. بس الصبح أدري بس ما أدري يعني صباحا. في أوقات صباح يعني من السابعة لش وقت؟ 8 للـ7 لـ8 هالشكل يعني؟ اي نعم شتميس. طيب يعني هو يفترض جاي في ساعة، في ساعة عطارد أو كان عطارد في هذه المحلات قد يكون متراجع بين 7 و8 هيك راح نحسبها، بين 7 و8 طبعا لبلوتو، بلوتو كوكب صعب مثل ما هو الساعة الواحدة ظهرا ايضا كوكب صعب يعني اللي يجي بهذه الولادات من 7 لـ8 هذا الشخص يكون حركي كثير يسبب مشاكل كلش كبيره، يعني يكون اينما حل هذا الموضوع وين ما راح هذا الشخص راح يعانون من تصرفاته العشوائيه. هذا من بعد 20 25 سنه بالضبط تحديدا 20 25. هذا الشخص شوفي ايش قد هنا حاله مجنون وتصرفاته طائشه وتشوفي المواضيع، هذا يكون صاحب دين وخير، ايش رايك؟ والله ستميس ما مبين. ما مبين، شوفي ما مبين، ما مبين. اكو احدى البنات اللي اتصلوا علي قالوا ست طفله جت للدنيا ما تنام، ما تنام، سنه كامله امها مساء ما تنام، يعني بالليل ما في نوم، كله للصبح سهر، تمام؟ وطبعا وبس بكاء، يعني الطفله حتى ودوها اطباء، وضعها تمام، بس لا تنام وبس بكاء، شنو الوضع هذا؟ فتعرفون شنو قلت لهم؟ قلت لهم هذه الطفله تكون اهدأ طفله بالعالم وما تشعرين يعني وجودها مثل النسمه يصير. ضحكوا والكل ضحك، قال شنو هالكلام هذا؟ هاي شريره مجنونه ما تنام تبكي، شلون هاي؟ الطفله الان اذا لو يعني اقول لك شنو وضعها الان مثل النسمه ما تحسين بها، الرايح وجاي يبوس بها، قدر ما هي تحسيها كانه مراه كبيره عاقله. تشوفين هي ساعة الولادة اللي دا تعمل، فهذا طالما اجى من 7 لـ8 على حدا حد الكلام اللي دا تقولي هذا الشخص يكون عاقل لبيب بعد 25 من بعد هذا الجنون اللي اخذه او هذه التصرفات العشوائية او حتى يسبب خجل لاهله احيانا وفي داخل البيت ايضا هو حرك، تمام؟ لذلك نعم. ساعات الولادة كلش مهمة، النوازل، النوازل اللي تخص ساعة الولادة، ترى احنا ليش ساعات نطلب ساعة الولادة؟ حتى نحدد لكم المسائل، تمام؟ فهذا المولود راح تشوفيه ذو رفعة، ذو شأن يصير، هذا المسودة اللي مخبل شالع قلبكم بعد 25 أو 20 راح تبدأ أموره بخير ما يرام، وحتى شكله يتبدل. حتى شكله راح يتبدل. ستميس هو ترك الدراسة يعني هم يرجع لها؟ شوفي تعرفين شو وقت تسأليني عن هذا الموضوع؟ إذا قدرت تحصليني بعد 10 أيام، 10 أيام أكو محلات تخص مواليد الثور، للأمانة ترى مواليد الثور هو هسه أيضا كلش محظوظ، يعني عنده جوانب من الحظ الآن يخدم مولود الثور بطريقة غير اعتيادية، تمام؟ هذا شايف دلال أصلا كلش مدللي، منطيه مساحة، يعني ملبي كل طلباته. ستميس لأنه يتيم الأب. واضح. هذا الشخص راح يكون شخص محل ثقة واحترام وتقدير وراح يحطون ثقتهم به بعد 25 إن شاء الله يا ربي. تابعي وذكري كلامي إذا الله أعطانا عمر يا ربي، تمام؟ الله يسلمك ويا ربي خير، يا ربي خير، ما تقلقوا حبيبتي. ستميس عيني عيني نورة، أتمنى يعني من إدارة البرنامج يعني تخصص لك برنامج ببحثك لأن عندك معلومات كم هائل، يعني الناس حيل تستفاد منك، يعني تكونك مساحة وغدر أكثر، يعني أتمنى من إدارة البرنامج تلبي هذا الطلب لأن الدول حبيبتي قلبي الغالية والله كلش مشكورة أني. بس بس نورة إذا صارت مساحة كل شيء راح أتعباني شلون؟ حبيبتي نورة في دول وجهك، حافظك الله، ميرسي إلك وشكرا، شكرا لي طبعا
مشاعركم الطيبة، شكرا لكرم أخلاقكم بالحديث والتعبير، أنا جدا ممنونة والله، يعني سعيدة بكم حيل، كلش سعيدة بكم ومشاعركم الطيبة ومحبتكم الكبيرة أكيد يكبر برنامجنا وأسرتنا الكبيرة أيضا. طيب يلا في اتصال هاتفي آخر أيضا. ألو. ألو يسعد صباحكم. السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام. وسام من ديالة، ماني أشبار 86. وسام من ديالة أنت؟ ها؟ من ديالة أنت؟ نعم. أي شهر أنت قلت لي؟ ماني أشبار 86. خليك معايا ثواني. ثمانية أشباط. الولادة 8 مساء. طيب مولود الدلو؟ على الزواج، على العمل، على الصحة. زواج. بس يحاول يضحك كترون رحم الوالدة. شلون عفوا؟ هاي كترون حولي، بس مع الموت جايزة عندنا من يوم 27 يوم عيد الحب هذا البرنامج. وسام؟ وسام؟ بس يحاول يضحك كترون بالله. يلا أنت أنت معايا على الهواء مباشر سومة. وسام؟ وسام كان معانا على الهواء، ما ادري فقدنا الاتصال بي. وسام وسام بعدك وياي؟ وسام عباله هو بالكنترول ويريد نحوله على الشاشه. وسام انت كنت معانا على الهواء مباشر، وكان خطيه وسام من مواليد الدلو يتحدث طبعا عن مولود هو الزواج العمل النصيب، وما ادري ناطر عيد الحب، ما اعرف شنو عندك، كأنه اكو قضيه يتعلق بعيد الحب ان شاء الله. يا ربي الحب واهل الحبايب كلهم بخير دائما. طيب وسام، طبعا من المواليد اللي انت تتحدث عنهم، احنا ما سالنا اسم الوالده شنو، ايضا العلاقات فيما يخص مواليد الدلو، طبعا هي نوع من شيء يخص العمل او شيء محاذير على نوع العمل. انت الان يا مواليد الدلو تعنى بثلاث قضايا، انا ما فهمت هو هل يقصد عمل جديد او يقصد عنده شيء في نوع العمل، ما حدد الشيء، هنا يبقى فراغ. طيب فيما يخص مواليد الدلو بصورة عامة متابعينا الكرام، طبعا عن الشمس الجدي وأيضا قمر العذراء اليوم مع المشتري في الحمل، مع المريخ في الجوزاء، مع بلوتو في الدلو، شوفوا هاي التوليفة شنو راح أسوي لك يا دلو. الدلو كلش المفروض يكون كلش مرتاح، لأنه هي نفس المسائل اللي مع المريخ في أعلى نقطة راح تعطيك قوة للحظ، بس شو وقت للفترات القادمة، خلينا نقول مثلا بالعشرة أيام القادمة شيء جدا إيجابي يحصل لمواليد الدلو. شو هذا الشيء؟ ونحن هسه إذا فصلنا الشيء يخص النساء والرجال ويخص محلات معينة. طيب طبعا للنساء هو حالات إنجاب، شوف أنا حكيت بصورة عامة حتى الجميع يستفيد من هذا الموضوع، وللأشخاص اللي هم مواليد الدلو الفرح بمواليد جداد أو بشفاء طفل أو بشفاء شخص يخص محلة مهمة في حياته، وقد يكون ينتقل إلى محلة مهمة في حياته، والأشخاص اللي عندهم بيع وشراء للمنازل هم أيضا يستفادون من مادة العقار والبيع، وقد ما يكون هنالك تركة تتوزع، أو قد يكون هنالك هو شخص مستفيد من نوع عقار أو بيت أو شيء أو مسكن، هكذا تدار الأمور طبعا من فعل طبعا قمر العذراء اللي هو الآخر كان على غير أو خير ما يرام، لكن هسه الفترات القادمة راح تكون أمورك ممتازة يا مولود الدلو. لكن فيما يخص الزواج، هذا المولود كل ما يصير عنده زواج يفصل، أو كل ما يصير عنده نصيب يفصل، هذه الفترة هسه اللي دي يحكي وسام عنها. وسام تبعلك علي معانا على الهواء. طبعا هو الموضوع باختصار شديد هو نفس المريخ مال الجوزاء المسكين اللي عمل كل هذه السكستايل الكبير بين نوع تقطع العلاقات اللي ما يعني أذى مواليد الدلو، أو اللي كانت عندهم علاقات عليهم الانتباه إلى نوع العلاقات، يعني يكون مع الشريك تمام، وبدل ما تكون عندك مواجهة مع الشريك حاول أنه أنت تتقرب، لأن إحنا أنا شنو قاعد نعطيك مساحات ننبهك، كون مع الشريك ولكن لا تكون ضد الشريك، لأنه هي هاي المواجهة نفسها يا ما تأخذك لارتباط هي ما تأخذك إلى مواجهة أو ربما خلاف مع الشريك تمام. طيب متواصلين وياكم أيضا متابعينا، خلينا نشوف باقي تعليقاتكم تواصلكم معنا. ألو 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 شو اسمك؟ حبيبة قلب الغالية صباحو. أنا حنين قبل شوية اتصالي. حنين حنونة من بغداد مواليد 96 الدلو. أي حبيبة. أنا صار عمود الصحة. الصحة طيب. واحد شيء عليها. الصحة حنونة. أنا هسه قبل قليل كنت أتحدث عن الدلو. أي.
الآن كنت تتحدث عن الدلو، كنت تتحدث عن الشمس اللي موجودة في طبعا الجدي وقمر اللي احنا تحدثنا عنه، مال العذراء اللي متواجد فيه العذراء، هو يعطيك مسائل للتراجع في الصحة، في التراجع في الصحة. انت طويلة القامة؟ اي صحيح. صح كلامي، اسمعيني. شوفوا أني متابعينا، من أعطيكم إشارات، من أعطيكم رؤية وتبصر، المعنى والغرض منها مو لأنه نحن نعرف ودا نتباهى، لا، حتى أعطيكم الأسباب تأخذون بيها وإن شاء الله الأمور تصلح وتكون على خير ما يرام. هذا الموضوع اللي معاك، أو هذا يمكن العارض اللي معاك، يعني ربما كان معاك تراجع لفترات، يعني تشفين شوية ثم يعاود الانتكاسة أكثر من السابق. حكيت كله صحيح، هل تعبت؟ تمام حبيبي، يعني تمام؟ صحيح. تمام، شوفي، شهر الثالث، خلينا نقول منتصف الثاني، راح يرتحل مولود الجوزاء إلى الأبد، ما راح يرجع في بيتك، لأنه أنت الفترات اللي حصلت بها تقطعات الصحة أو اللي كان مقبل هذا الفلك حتى يسكن البيت السادس منك. يعني من شهر الثالث، من شهر التاسع، الثالث مرضت وقبل. صح. ونبرج يعني من شهر التاسع ولهسه، يعني يروح ويرجع. انا ايش قلت لك؟ يا حنونه شنو قلت لك اني؟ قلت لك ولا ما قلت لك؟ صح؟ صحيح. اسمعيني، هسه هذه العلل وهذه الامراض راح تغادرش للابد. بشهر الثالث، نفس الثالث اللي اعطاك مسائل الصعوبه، نفس الثالث اللي راح يخلصك من هذه، بس تبدا الامور والانفراجات عندك ان شاء الله من منتصف شهر الثاني، فانت تتحضرين ان شاء الله للصحه والعافيه، تعود عندك الامور كما كانت وافضل من السابق. طبعا هو بفعل هو المريخ، انه انت عرفين يعني شنو عندك يا حبيبتي. أتخربط. صح، اتخربط واقوم ارجف، يعني ايه؟ نعم. اروح للشيوخ يقولوا لي مس. باعي باعي. هو فعلا مس، واكبر مس انت تواجهينه الان. صحيح. شلون؟ قولي لي شلون. احكي لك ببساطه، اكو سالب واكو موجب، يعني نقدر نربط اثنين حار ببلك واحد، ايش راح يصير عنده انفجار؟ مو؟ صحيح. انت عندك المريخ في اعلى نقطه في البيت السادس، بيت الامراض والعلل، وعندك بلوتو في بيتك، انت عليك الحذر اكثر لنوع صحتك، انت في بيتك الدلو. بس هاي السنه، بس هاي السنه 2022 حيل تعبت بيها صحيا حيل. خليني اقول لك قضيه، انا ما خرعك ولا خوفك، انا حكيت لك من البدايه، يرجع المرض ويعود لك، وانت اكدتي هذا الموضوع وقلتي اي نعم صحيح، تمام؟ اي عليك الانتباه الى نوع الصحه، نوع الصحه للفترات القادمه كلش راح تكون بعد اكثر، ربما يشتد عندك الحاله يا حبيبتي يا مريومه، انتبهي. يا حنونه يعني شلون ما تعطيني فشي حتى انا بزعت ومليت من الشيوخ؟ اي كان الله بعونك. باي الرحمن، سوره الرحمن، اسمعي اسمعي، اسمعي انا بزوج، يعني يزيد عندي اكثر من اسمعها. اذا يزيد عندك لا تركي، تعالي خليني اعطيك المفتاح الاخر. اي يعني ادوخ ادوخ واقوم عند الشيخ اقوم اصيح، يعني صياح. عارض عندك، عارض يعني كلش قوي، احس بيه يفتر كل جسمي. مس حبيبتي عندك، مس كلش قوي. يلا اسمعيني، اي شخص نظيف يكون صاحب نيه طيبه، يعني يقرا لك الكرسي المعوذات الحمد والبقره على شيء من ماده الدبس او العدس المسلوق، انت سلقيه عادي تقري عليه، بس الدبس يكون افضل، لان انا ما اثق باي عسل بصراحه. وخلي يكون عندك بالثلاجه صباحا تاخذين إيش قد ما قدرتي صباحا على الريق، تاخذين وقبل ما تنامين تاكلين من هذا. احنا بس نريد نعدي المسافات، لانه انت بصراحه الفتره اللي انت بيها كلش خطره، كلش صعبه، تمام؟ فهذا اللي انا اعطيتك اياه ان شاء الله هو الخلاص النهايه، لانه دار الرحمن اذت عندك هالشكل بمعنى هذا المسج كلش قوي والعارض اصعب، فاحنا ما نريد ناذيك. يعني من اصلي اتخربط، يعني شلون يصعد على رقبتي يخليني موجود. اي مو دا تقرين انت. شلون عيوني تنحول. اي انت دا تقرين الايات فتهيجينا، لانه اذا قريتي اي ايات راح تحركين اللي في داخلك، لانه هو هذا شرير ما يحب الايات، ما يعني عند سماع الايات راح راح يستقلب عليك. فاسمعيني حبيبتي، هذا اللي احنا حكينا لك اياه حتكون باطني، لانه انت هاي بحتاجه مو دول، يعني بصراحه مو دول الشيوخ اللي هم راح يكونوا لك للعلاج وهي المواضيع، انت قاعده تاذي نفسك اكثر، فانتبهي، لانه هذا اذا شوفي اكو محلات من الوقت مع النوازل يهيج عندك اكثر، يستفحل عندك اكثر. اي من يصير القمر كامل ببرج السرطان يزيد عندي. شفتي شلون؟ صح كلامي يعني لحد هسه حنين؟ اي صحيح. حبيبتي انا ما اقول غير الله يحفظك يا ربي، وين القاك؟
ما نلقاش، صعب المواضيع. يعني حتى ذاك اليوم قلت لك من يجي رجلي انا يجي بيت صعب 12 وانا جيت بالعشرة اهلي يقولون علي يعني يشاهدون علي يعني وصلت الموت الا عندي مي مقرق قتلت بي ونار شويه هديت. صحيح، ايش سويتي وهديتي؟ مي مقري من الشيخ الثانيه يعني قدام قرأ علي ايات الثانيه وهديت. خلص حبيبتي اللي حكينا لك اللي حكيت لك عليهم الان قبل شويه. تمام؟ وزيدي عليهم الصافات. يعني سمعي والزلزلة أيضا حتى يعني توصلين لا أحد موجود عندك يقول لحد ما وأخرجت الأرض أثقالها اللهم أخرج ثقل ومرض وعارض فلانة بنت فلانة أثناء القراءة مع الماء. ارجع للفيديو حبيبتي وقفي واسمعي أنا شنو قلت. تمام؟ عندك العافية لا تخافين. يعني ستمش كان هذا ما أعرف بس من مرة تلقيت محاضري برج الديلو قلت يطلع بطريق بعيد اسم الله الرحمن مو زين. صحيح أنا طلعت الديلو الجمعة وين رحت الزرع. أي. بالطريق ثاني يوم جيت تخربط وصار هذا العارض زيي. يلا، هسه نفس الكلام اللي أنا قلته وصار عندك باليقين الوافي. صحيح. نفس الأشياء. صحيح. رجعي. صحيح. للفيديو وقفيه، هذا هو علاجك، ما تقلقين، كلش ممتازة الأمور وما تخافين، كلها راح إن شاء الله تروح أنت، بس توكلي على الله وكوني قوية. ماشي حبيبتي. حبيبتي. برج العقرب بدون زحمة أخرك عليك. العقرب، شو تسألين عن العقرب؟ حيدر ابن خولي، مواليد 94 شهر 11 ب 4، أنا مو بالمعاملة. معاملة باعي حنونة. شوفي مواليد العقرب يعني هم كانت عندهم تراجعات، هم كانت عندها تراجعات، فحتى هو العقرب حتى أمس كان يعني أبدا مو تمام، يعني ضياع شيء أو قد توقف شيء عنده، بس الفترات القادمة إن شاء الله في أشخاص سيظهر معاه شخص هذا أو قد يكون هو مكلف شخص ما كم يعني ما تمم له بخير، بس الفترات القادمة كلش ممتازة، عودة أوراق من الماضي أو تصحيح أو ربما عودة أشياء فقدها هذا المولود، فما تقلقين، في قبض يا ربي. أنت مرة من خابرتي كما قلت لي ورق أوراقه 90% ماشية. صح؟ إي وهسه يعني. هسه تمام. يعني كان كلامي صحيح؟ صحيح وصحيح جاني خابر وماشي بست أسبوعين وصلها هسه. باي. للفترات القادمة يعني فترات جدا ممتازة لمواليد العقرب في مسائل القبض وعودة أشياء من الماضي، يعني خلينا نقول أشياء تعطلت، أشياء كانت قديمة ما حظى بها، هاي الفترات القادمة إن شاء الله هي للعقرب، فما تقلقين، قولي يا ربي. تسلمي رحم الله والدك، الله عليك تتمسك مني على فتحتك. يوصل حبيبتي عيوني أنت، سلام هبة وزهراء وتامر وهمسة وكل اللي موجودين وفراس خلف الكواليس الشمري وجماعة الصوت كلهم يسلمون عليك. يلا. شوفي شلون كثرنا لك مريم الماكيره همينا تمام. يسلموا حبيبتي، تحياتنا لكم متابعينا الكرام وين ما كنتم تتابعونا، طبعا شتان ما بين باكر واليوم، توقعات ايضا صباحيه والشمس بعدها مستمره في الجدي وعندنا قمر في العذراء، يعني العذراء اكثر من جمالا اليوم، استفادوا حبايبي. اذا متابعينا الكرام راح نرجع وياكم لباقي فقراتنا الصباحيه، وانا كالمعتاد راح اقول لكم باي باي.